يوم موفق بذكر الله. وصفة البراج اللي ما نستغناوش عليهم في موسم التمر. البراج الوصفة اللي داين التحضير تاعها متعة، تعطينا كمية معتبرة. جبتها لكم بواحد ليزاستوس من اروع ما يكون. ندوزو للمطبخ باش ندو تفاصيل تحضير هذه الوصفة الشهية. درت 3 كيلات بومبي تاع الدقيق، نزيد عليهم رشه تاع الملح، ونضيف عليهم دوكا المكون اللي راهو رايح يكون اضافه رائعه ويعطي لهم واحد الخفه. راهم رايحين يجوا فريمون فريابل. نديروا زوج مغارف تاع المايزينا هكذا، المغرفه الاولى، المغرفه الثانيه هكذا. دوكا نحرك هاد المواد الجافه ونجيب ليدام ديالي. عندي كيله تاع ليدام، هنا راني دايره خليط بين زبده وسمن، بصح مازال ما لحقتوش للفوق. دوكا ما عليا غير نكمل نلحقو انيفو بالزيت، وفي نفس الوعاء اللي فيه هذا الخليط تاع ليدام راني رايحه نضيف المكون اللي راهو رايح يكون كماده حافظه وراهو رايح يعطي لهم واحد البنه. زوج مغارف من العسل. نقول بسم الله، نفرغ المغرفه الاولى. انا عندي العسل تاع المنزل، واش نحكي لكم، من اروع ما يكون. يتحضر فرنشة عين هكذا، شوفوا القوام ديالو. نفرغ الداخل ونحرك، ومن بعد نبسس هذا الدقيق يعني لدقائق فقط. الخليط تاعي بسستو، وشوفوا ليا نتيجة تاع المايزينا كيفاش ما كاش هذاك ليكسي تاع ليدام، شرباتو كامل. ودوكا راني رايحه نجيب الماء اللي نسحقو. انا راني رايحه نبدا بالكميه الاولى واللي هي المزهر. ندير هكذاك واحد ربع مغارف هكذايا، هما الاولين. نسمها بالمزهر وانتم لكم الخيار، تحبوا تضيفوه، تحبوا تجمعوا غير بالماء يكون شويه فاتر يعني يكون شويه دافي. ما نعجنوهاش وانما نعطلها غير واش تسحق. دخلت لها المزهر، ودوكا نبدا نكمل بالماء الدافئ. لحقت للقوام اللي راني نحوس عليه. نخليها تستراح وتشرب هذاك الماء اللي راهو شويه بزياده، وهذا هو المطلوب بيد ما نوجدوا التمر ديالنا. هنايا عندي تمر بيتي، نعطيكم تدبيره فقط. اللي يحبوا هذه التدبيره هي انكم تشرو التمر، ما يهمش يكون لو برومي شوا ولا لو ديرني شوا، يكون هذاك التمر رخيص كامل. في كل مره تشروه جوزوه في الاشواق، ديروا كم كميات صغار وديروه ككموسات كموسات، ونهار تحقوهم راكم رايحين تجبدوهم راهو رايح يكون ألف مره احسن من هذاك الغاش اللي يتباع ما على بالناش المصدر تاعو، لان السعر تاعو بزاف رخيص. يعني باكي كبير يتباع بسومه بزاف رخيصه، ما شكيتش راهو رايح يكون تمر. الوغ حنا بما اننا في موسم التمر نخدمو تمر بيتي، وراهو رايح يجينا يعني من الجنه. نحط التمر ديالي في وعاء، نضيف عليه جلجلان محمص. هذا وين حمصتو راهو ينفنف، راهو رائع. ديرو شحال حبيتو، ونضيف عليه اكيد مغرفه كبيره ولا زوج ولا تاع المزهر اللي يقدر يكون بكل بساطه ماء. علاش؟ لان هذا النوع تاع الوصفات اللي يطيبوا بالتمر، التمر راهو رايح لداخل يطيب. الوغ هذا الماء هو راهو رايح يتبخر والتمر يقعد في القوام ديالو وما يبسناش. نضيف عليه كذلك مغرفه تاع الزيت هكذايا، ونزيد عليه شويه فقط من الزبده هكذا، ونسمو بالقليل من القرفه، رشه خفيفه ما تبانش. ونعجن هذا التمر البيتي البنين بزاف بزاف. شوفوا ليا كيفاش تشرب كامل هذوك السوائل، راهو هايل صدقوني من اروع ما يكون. لازم يجي في نفس قوام العجين، تمر بيتي مدوزن بالطبع والشان، ولازم الكميه ديالو تكون قد نفس الكره تاع
الدقيق، معناتها الدقيق فيه كره واحده نقسموها على زوج، يولوا عندنا زوج كرات، لازم الكره الاولى والثانيه وهذه الكره تاع التمر يكونوا في نفس الميزان اذا رانا حابين ندوا نتيجه تكون بزاف شابه. خديت الجزء الاول من العجين، درت مربع، ما رانيش حلاته كامل اكيد لانني لازم نضيف عليه التمر. التمر حليته بنفس المقياس فوق ان ساشي، هكذا باش يكون العمل سهل، نفس الحجم. ودوكا نضيف الجزء الثاني من العجين. فوالاني حليته فوق ان ساشي، نفرغه بكل سهوله وهكذا بيديا نعاود جسود كامل من الاطراف هكذا، ونزيد نكمل نحلو حتى نلحق نصف سنتيمتر. قطعت انا اليوم درت اشكال مربعات، هامليك مربع موزون متوسط الحجم، ولكم الخيار واش تحبوا ديروا. ودوكا نبقى عليكم غير تحبوا طيبوه، نسخنوا المري ديالنا لازم يسخن بزاف بزاف، ومن بعد نغسلوه نبداو نطيبوا لي شوت باش نضبطوا درجه حراره الطاجين، ومن بعد ندوزوا للحبيبات. هاد الحبيبات تحبوا ديروا لهم بالطابع امتي موتيف في النص، تحبوا تحكموا سكينه وتزينوهم، لكم الخيار. الوصفة تاعنا وجدات وبردت كيما يلزم الحال، ما بقى عليا غير نحطها في علبة ونغلفها بالألومنيوم ونحتفظ بها في الثلاجة. صدقوني تقعد اكثر من شهر، وهي هكذاك يعني واحد البنة من اروع ما يكون. تمر درنا له يعني واش يسحق، وهذاك الاضافة تاع الماورد راهي رايحة تكون اضافة رائعة. طيبناه وضبطنا درجة حرارة الطاجين هكذا باش ندوها التحميرة الرائعة. انا عجبوني هاد الاشكال البيزون بور سو بياس اللي ضفناهم، ولكن ما يمنعش الناس اللي حابه تقرطوا غير الانسيان ديروا بهذه الطريقه، لكم الخيار. نتمنى تجربوا الوصفه ونتمنى تلتزموا كامل بهذه لي زاستيوس باش تدوا احلى نتيجه. شوفوا لي الطراوه، شوفوا لي فريمون خيابل روعه، جربوها ماكوش حتندموا.